حلقة النهاردة من الحلقات المميزة اللي فيها فكرة واللي ينفع تشتغل بيها من غير رأس مال، إما لصالح نفسك أو تبقى خدمة خاصة بيك تقدمها لجمهور، وجمهور كبير جدا جدا وموجود في كل مكان حوالين منك تقدر توصله بسهولة. وهوريك الموضوع ده وهعرفك إزاي تقنع اللي حوالين منك إنهم يتعاملوا معاك، بالأخص إن مفيش حد شغال في الموضوع ده غيرك انت. ده من وجهة نظر الشخصية البحتة، يعني اللي هيشوفوا الفيديو ده بس هم المنافسين ليك على مستوى العالم. فتخيل معايا، انت بتقدم خدمة انا بعتقد ان مفيش حد بيخدمها او بيقدمها غيرك انت وشوية التقنيين اللي موجودين معاك، واحنا برضو بالمناسبة مش قليلين، احنا عدد محترم ومحترم جدا جدا. فليه لا ما تبدأش دلوقتي وتكون الفرصة معاك انت من دلوقتي ومن غير ما تدفع ولا سنت واحد من جيبك. ندخل على طول على الشرح العملي ويلا بينا. واهم حاجة ما تنسناش بدعمكم باللايك والشير والكومنت وتشترك في القناة، واهم حاجة انك لو جديد ومش تقني تشرفني بالضغط على زرار اشتراك وتنزل تحت في التعليقات تقول لي انك مشترك جديد في القناة عشان ارحب بيك والتقنيين اخواتي يرحبوا بيك معانا في الكوميونتي المحترم. نبدأ على بركة الله، يلا بينا. من غير ما اطول عليكم اكتر من كده هدخل على طول على الشرح العملي. انا جاي اكلمك النهاردة على منصة بلوجر، ازاي تقدر انك تنشئ يعني قالب او موقع او صفحة خاصة باللينك تري. يعني ايه لينك تري ريان؟ لينك تري ده موقع، وموقع مشهور وفي بدائل كتيرة جدا جدا موجودة ليه حاليا على مستوى العالم. لينك تري ده موقع زي الفيسبوك زي غيره، بتخش تسجل عليه وتعمل لنفسك صفحة، الصفحة دي بتحط فيها لينكات خاصة بيك وبتاخد لينك البروفايل بتاعك تحطه على الانستجرام، تحطه على تويتر، تحطه في اي مكان براحتك انت. تعال بقى اوريك مثال بسيط، يعني على سبيل المثال يا شباب ده شكل من اشكال اللينك تري. زي ما انتم شايفين كده بيبقى صفحة عادية خلاص، فيها اللوجو بتاعك، فيها اسمك، وفيها وصف ليك انت، وفيها بقى اللينكات الخاصة بيك انت اللي ممكن في النهاية تاخد لينك واحد بس تروح تحطه في البايو الخاص بيك على الانستجرام. سامحوني دور برد ابن لذينة. فانستجرام بقى، فيسبوك، تويتر، غيره من المنصات، كل الناس اللي عليها شغاله بلينك تري وامثله لينك تري. تمام. طيب في برضه مثال تاني، في مثال تاني ومثال كويس جدا جدا. ادي المثال التاني زي ما انتم شايفين، ده شكل كده عصري شويه عن الشكل اللي قلت لك من شويه، ولكن كل دي كده امثله ممكن تشتغل بيها عادي. تخيل معايا كل اللي قدام منك ده هي قوالب لبلوجر، يعني الشكل ده تمام والشكل ده هي قوالب لمنصه بلوجر، ودي حاجه كويسه جدا جدا وبتتيح ليك ان انت تقدر تتعامل وتشتغل وتعمل حاجه زي كده ومجانيه مليون في الميه ليك. طيب ايه اللي يخلي المستخدم يسيب لينك تري ويجي يتعامل معايا ده لو انا هتعامل مع غيري؟ انا بس هديك الفكره دي وبعد كده هبدا اشرح العملي ازاي تركب وتحمل القوالب دي اصلا وتجيبها منين. اللي يخلي المستخدم يسيب لينك تري ويجي عندي تمام، ان انا هقنعه بطريقتي ان بدل ما يبقى اللينك بتاعه لينك تري دوت كوم سلاش ريان، اللي هو اللينك العادي يعني اللي هو لينك البروفايل بتاعي مثلا جوه لينك تري، بدل ما لينك تري دوت كوم سلاش ريان وابقى انا تحت طائله لينك تري وببقى بدفع لهم فلوس عشان اخد مميزات، وغير كده في اي وقت ممكن يقفلوا عليا الصفحه نفسها، وممكن في اي وقت يبقى فيه هجوم على المنصه بتاعه لينك تري فما يكونش فيه او هيكون فيه ضغط زياده فالموقع بتاعي ما يحملش او ما يتمش عمل لود. كل الكلام ده هي مميزات سلبيه. ده موقع عادي موجود على الانترنت، ممكن اي حد مثلا كبير شويه في المجال حابب انه يضره يبعت له كميه محترمه من الزيارات الديدوس اتاك ويوقع في الموقع. طبعا الموقع كبير فيستحمل ويشيل، ولكن يبقى فيه اضرار بسيطه. زي ما قلنا زائد ان انت بتدفع فلوس اصلا لينك تري عشان تاخد مميزات موجوده ممكن تعملها ببلوجر بشكل مجاني. طيب ايه الميزه بقى اللي هتخليه لما يجي يتعامل معاك لو انت تتعامل مع حد تاني يعني يشتغل معاك كده وهو مغمض عينيه؟ اولا لان على منصه بلوجر فهتستحمل معاك مليار زائر يوميا، مفيش ادنى مشكله، الموقع مش هيجي منك نهائيا. تمام. ثانيا ان انت خاص بيك انت، يعني عملك خاص بيك انت، انت بتتعامل مع منصه بلوجر على ايميلك، مفيش موقع فوق منك هو اللي بيتحكم فيك. تمام. دي شركه جوجل وكلنا عارفينها وكلنا شغالين معاها. تمام. ثالث حاجه ان الدومين ده خاص بيك انت، مش هيجي نهائيا، يعني هتجيب دومين دوت كوم تركبه على بلوجر مع القالب ده وشكرا، انت شغال وشغال 100% ومعاك موقع خاص بيك انت من غير ما تروح على لينك تري. طيب ازاي بقى نقدر نحمل القوالب دي؟ تمام.
القالب الاولاني لينك 3 فيرجن 3 واللينك 3 انبو تكنو تقريبا، يعني ازاي تحمل الاثنين وتشتغل بيهم. الموضوع سهل جدا جدا، هتلاقي اللينكات موجوده في وصف الفيديو، لينك الاولاني تمام ولينك التحميل بتاعه على منصه جيت هاب. يعني مش هقول لك روح حمل بقى عندك الملف وتقول ده خطر ومش خطر، لا ده انت هتاخد الكود نفسه من جيت هاب مباشره تمام. وادي كلمه سيمز، دوس عليها كده الفلدر نفسه هيدخلك على الصفحه دي. خش برضو على الجي لينكس من هنا كده، دوس على الاكس ام ال هيفتح لك الكود الخاص بالقالب، ونتعامل دلوقتي مع الكود بسهوله وهنشوف الموضوع ده. نفس الكلام برضو في الثيم الثاني اللي هو بي لينك تمام، الاثنين واحد، لا ده جي لينك وده بي لينك. خلاص هتدوس كده على ثيمز، ومن ثيمز برضو هخش على بي لينكس، ومن هنا دوس كده على بي لينكس اكس ام ال هيديك القالب بتاعك اللي انت ممكن تاخد الكود بتاعه وتشتغل بيه بدون ادنى مشكله. طيب ازاي بقى نقدر ان نركبه على بلوجر؟ الموضوع سهل وبسيط، ادخل كده على منصه بلوجر blogger.com واكتب هنا كده العنوان بتاعك على سبيل المثال محمد الريان، ده كده اسم الموقع بتاعي. انا هعمل موقع بقى شخصي في اللينكات بتاعتي، فانا لازم يكون الاسم بتاعي، ادوس كده على التالي هنا كده اكتب الاسم محمد ريان. شوف كده شغال معايا، لا مش شغال، ممكن اكتب ثلاثة، شغال معايا برضو، شغال معايا 100 100. دوس كده على التالي تمام، الاسم المعروض محمد الريان all links تمام، يعني كل اللينكات محمد الريان. دوس كده على انهاء، هيبدأ يدخلني على الصفحة بتاعتي على بلوجر. طبعا كده تم جاري المعالجة، تم تعديل، شكرا. انا كده عندي يا باشا عندي موقع على بلوجر، الموضوع بالسهولة دي بالمناسبة، يعني عندي موقع على بلوجر وده الشكل بتاعي. خلاص عايز اغير بقى الشكل ده واركب القالب الخاص بيا اللي انا جبته من الموقع، اما الجي لينك تمام واما البي لينك، وخلينا الاثنين جنب بعض كده. انا احب الجي لينك بصراحة، وهجرب على الجي لينك، والاثنين بالمناسبة واحد في طريقة عملهم. هدوس كده كنترول اي عشان اعلم على كل الكود، وادوس كليك يمين واختار كوبي، وارجع تاني لبلوجر، واجي هنا على المظهر تمام، ومن المظهر ادوس كده على العلامه اللي على الجنب دي او السهم اللي موجود هنا ده، وادوس كده على تعديل HTML. هدخلني على الصفحه دي، كنترول A مره تاني عشان اعلم على كل الكود ده، وكنترول V. كنترول V ليه يا ريان؟ عشان انا واخد الكود نفسه كوبي اصلا، فهاجي احطه بيست هنا، وادوس على علامه الحفظ اللي موجوده هناك دي. خلاص وانا شغال معاك باللغه العربيه، اشتغل انت بقى باللغه الانجليزيه براحتك، اشتغل باللغه اللي تعجبك، ما عندكش ادنى مشكله. هعمل كنترول او يعني ريفرش، هيفتح معايا القالب بالشكل اللي ظهر قدام منك دلوقتي. ده كده موقعي زي ما انت شايف كده، من غير اي يعني اضافات بقى ورايح وجاي، لا ده انت زي ما انت شايف. اعدل من هنا كده، اخليها دارك، اخليها اوتو، ايا كان، ويشتغل معايا عادي جدا جدا، وده القالب الاول. طب اعدل ازاي على القالب ده؟ الموضوع سهل وبسيط بالمناسبه برضو، هرجع لورا كده. طبعا في ممكن هنا شويه حاجات اعدلها، انا حاطط الموبايل قدام مني فانا مش شايف اللي ورا منه اصلا. ممكن هنا اغير بقى الحقوق، يعني النيم بتاع القالب ممكن اغيره، اشيل اللينك نفسه بتاع المعاينه، لينك القالب، ايا كان بقى ممكن اعدله منين من جوه الكود نفسه. طبعا في بارامترز هنا، لو انت فاهم في البرمجه هتعرف تعدل عليها، لو انت مش فاهم في البرمجه فما تلعبش في الموضوع ده. الف راسي يمين، جبت الزرار من هنا، شكرا. اعمل ريفرش مره تاني خلاص، عشان بس هعمل حاجه معينه زي ما انتم شايفين، هتلاقي كاستم ومعدل. لما يجي لي الموضوع ده هدوس علامه من هنا كده اللي هو السهم اللي نازل تحت ده، واختار اعدادات الجوال، واختار من هنا سطح المكتب، وادوس كده على حفظ ليه ريان، عشان اي حد يفتح من الموبايل يظهر له الشكل بتاعي عادي جدا جدا، ما يظهرش شكل تاني غير الشكل اللي انا عايزه. لا انا عايز سطح المكتب هو هو اللي يظهر فين على الموبايل تمام. نخش بعد كده على التنسيق، ومن التنسيق بتبدا تعدل تمام على الاكواد اللي انت محتاجها. دوس كده بس على ريفرش من هنا خلاص. سامحوني، هنا كده البروفايل دي بندوس، طبعا هي مقفوله خلاص، ولكن انت ممكن تفتحها عادي. دوس كده على عرض هذه الاداه لو انت عايز تعرضها او تخفيها، ده اللي هو الاسم اللي موجود فوق ده بالمناسبه، واللوجو تمام، ادي الاسم اهو، وادي التايتل اللي موجود تحت منه خلاص، او الوصف بتاعك تمام. تحت شويه هتلاقي هنا كده رابط لو انت عايز تحط رابط، ودي الصوره ممكن تحذفها وترفع صوره من عندك، ما عندكش ادنى مشكله. ودوس كده على كلمه حفظ من هنا، وبالمناسبه القالب شغال معاك باللغه العربيه اهو قدام منك خلاص، وفي المعاينه كان شغال معاك باللغه الانجليزيه، فيعني شغال معاك لكله، يعني انت عايز اكتر من كده، عربي وانجليزي وكل اللغات شغال معاك القالب 100 100. عندك هنا الدارك التوجل اللي هو بتبدل منه ما بين اللغه الدارك سيبه زي ما هو ما تلعبش بيه خلاص، ده كده خاص بيه، التحويل ما بين الدارك مود والى اخره. اللينك تري ليست لو دوست عليها بالشكل ده هيبدا يجيب لي بقى يا باشا كل القوالب او كل اللينكات اللي ظهر قدام مني دي خلاص، كل اللينكات دي اعدل عليها ازاي، اضيف صوره جديده ازاي، اضيف ايه مش عارف ايه، كل الكلام ده اجيبه منين؟ اجيبه من اللينك تري ليست. الموضوع سهل وبسيط زي ما انتم شايفين، ادي فيسبوك، تويتر، انستجرام الى اخره، زي ما انتم شايفين كله مضاف معايا. ممكن اضيف تاني
ايوه ممكن اضيف تاني عادي بدون ادنى مشكله، وهوريك دلوقتي الموضوع بيتم ازاي. ادي الفيسبوك، لو دوست على اديت تعديل هذا العنصر من هنا كده، طبعا هتلاقوا عندي اللغه العربيه بايظه خالص واللغه الانجليزيه لان البرد بقى وانتوا عارفين. المهم ده الكود اللي انا بشتغل بيه، وهقول لك برده تجيبه منين عشان تسهل على نفسك الموضوع. ادي كلمه فيسبوك من هنا خلاص، وبعديها سمول. ايه سمول ده يا ريان؟ ده اللي هو بيخلي لك الكلمه سمول، يعني ايه؟ يعني اللي تحت ده سمول خلاص، ما ده كبيره. سمول بقى عشان اخلي الخط ده يبقى سمول صغير، تمام؟ فادي سمول، جوه منها ايه؟ الات، علامه الات خلاص اللي هي دي، تمام؟ ادي الات وادي اليوزر نيم، عشان طبعا باللغه العربيه فالات جت من على اليمين ما جتش من على الشمال، فدي دي امر بسيط عادي جدا جدا. وبعد منها الاوفيشال فان بيج خلاص، وفي الاخر سمول وشكرا. يبقى انا ايه؟ فيسبوك، والكلام اللي تحت فيسبوك يتكتب بين علامتين السمول دول، يعني فيسبوك اهو فوق اهو يتكتب لوحديه، وتحت منه الكلام اللي هيتكتب ده يبقى ايه يا باشا؟ من غير او بي السمول، تمام؟ هوريك الكود ده توصل له ازاي دلوقتي. تحت منه على طول عنوان اليو ار ال للموقع الالكتروني اللي هو يا ريان، اللي هو لينك الفيسبوك بقى بتاعك. يعني انت هنا هتحط لينك الفيسبوك الخاص بيك عشان لما حد يدوس عليه يوديه على الفيسبوك. فاعمل ايه؟ هجيب اللينك احطه هنا، لينك الفيسبوك، لينك الصفحه بتاعتك انت او بتاع العميل اللي هتشتغل معاه، تمام؟ وادوس كده على حفظه شكرا. طب هتقول لي الصوره؟ اقول لك الصوره متضافه تلقائيا في الغالب يعني، تمام؟ من صاحب الموقع. لو انت عايز تعدل وتضيف من تاني هنشوف الموضوع ده دلوقتي. طبعا ديفولت لينك زي ما انت شايفين بيظهر لك بالشكل ده. لو انت مش ضايف حاجه معروفه ومتعرف عليها في الموقع نفسه بتظهر لك بالشكل ده، تمام؟ زي ما انت شايفين. طبعا انما الكل باقي شغال عادي بدون ادنى مشكله. لو انت عايز تضيف بقى زي ما قلنا هتعمل نفس الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي، خلاص؟ طيب خليني اوريك كده يعني الدوكيومنتيشن عامله ازاي. يعني ايه دوكيومنتيشن يا ريان؟ يعني ازاي تعدل بقى وازاي تغير وازاي تظبط. الموقع هيبقى جاي لك باللغه الاندونيسيه، حوله بقى للغه الانجليزيه عشان تفهم اكتر ان المبرمج اندونيسي، تمام؟ تحت كده شويه دي المواصفات اللي هو لينك تري بلوجر تمبلت فيتشرز، دي الفيتشرز اللي موجوده فيه خلاص. في 26 سوشيال ميديا ايكون ممكن تضيف تاني عادي لو انت فاهم في البرمجه. هاو تو انستول تمبلت، لو انت عايز بقى تضيف التمبلت بيقول لك تركبه ازاي. اديت اند اد سوشيال ميديا لينك، ازاي تضيف سوشيال ميديا لينك. هنا كده اوبن بيج اللي هي الصفحه بتاعتك يعني، كليك اديت لينك تري ليست اللي انا وريته لك دلوقتي، وبوب اب منه يفتح لك وتدوس كده على اديت وتضيف بقى ايه يا باشا؟ ده اللي انا شرحته لك فيديو قدام منك كتابيه خلاص. زي ما انتم شايفين هنا الكاستم بيقول لك هنا يا باشا الانستجرام وبينه يوزر نيم خلاص. ده طبعا الابديت اللي نزلت جديده للقالب نفسه، وده الكود الجديد اللي انت تشتغل بيه. زي ما انتم شايفين نيم سوشيال ميديا او لينك، هنا كده انت بتشيل دي كلها خلاص، وبتكتب بقى انستجرام، بتكتب فيسبوك، بتكتب تويتر، بتكتب السوشيال ميديا اللي انت عايز تشتغل بيها، وبين السمول دول خلاص هتكتب بقى الوصف اللي انت عايز تضيفه. الموضوع سهل، لو بتاخد الكود ده في الاخر كده كوبي وتروح تحطه فين؟ عندك في الليست اللي انا ارتبطت من شويه. وادي ده مثال انستجرام وسمول وسمول، وده اليوزر نيم وده فولو مي شكرا، ده اللي انت هتضيفه وتعمله على اي حاجه انت عايز تعدل عليها. طبعا عندك هنا دي كده الاوتوماتيك خلاص. يعني ايه اوتوماتيك يا ريان؟ يعني لو انت ضفت الاسم بتاع اي صفحه من الصفحات او مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظهر قدامك دي هيظهر ليك الايقونه اوتوماتيكلي خلاص، لان المبرمج عامل الموضوع ده اوتوماتيكلي. ولكن لو انت عايز تضيف صوره خاصه بيك الموضوع يحتاج منك شويه برمجه، تمام؟ تفهم في البرمجه شويه وتضيف اللوجو من جوه القالب، وان شاء الله ابقى عامل لكم حلقه عن الموضوع ده لو انتم حابين ولقيت اقبال محترم على الفيديو ده. هنعمل الموضوع ده عادي بدون ادنى مشكله. اديت بروفايل فوتو اند نيم، لو انت عايز تعدل بقى البروفايل فوتو والنيم اللي شرحت لك برده من شويه اللي هي فين ريان برده عشان ما تتوهش معايا، اللي هي فوق دي خلاص اهي اللي هي دي، تمام؟ تمام. هنا كده الاد سوشيال ميديا ايكونز اوبشنال بقى زي ما انتم شايفين يا باشا، ادي اهو لو انت عايز تضيف بقى يعني صوره خاصه بسوشيال ميديا معينه، يعني ايه؟ يعني منصه السوشيال ميديا مش موجوده في القالب لو انت عايز تضيفها بقى وتشتغل بيها، ادي الكود اللي انت هتضيفه فين؟ في السي اس اس، فولوينج سي اس اس تو تمبلت. هتاخد الكود ده لو انت فاهم برمجه وتضيفه، الباك جراوند بيكون لونها عامل ازاي خلاص، والكونتنت نفسه لونه عامل ازاي. طبعا بتجيب الايقونه من البوت ستراب وتضيفها، طبعا ده كده الكود الخاص بالايقونه نفسها. ده السلاش اف 7 اف 7 ده خاص بالانستجرام، تمام؟ وبتجيبه منين؟ ادي قدام منك اهو ذا بوت ستراب ايكون ديكومنتيشن، دوس عليها هتوديك على صفحه البوت ستراب اللي فيها الايقونات كلها وفيها اللينكات كلها برضو. ناخد فكره ليه لا؟ دي كده كل الايكونز اللي موجوده اللي انت ممكن تاخدها وتشتغل بيها وتضيفها عندك في الموقع. بتاخد الكود بتاعها، لو دوست كده على رقم 8 مثلا على سبيل المثال، طبعا الصفحه كبيره شويه فبتعلق معايا، هتلاقي عندك الجي اس او السي اس اهو زي ما انت شايفين، ده الكود بتاعها. هاخد الكود ده كده كوبي واروح جاي هنا يا باشا شايل الكود ده خلاص، واروح مبدله واروح معدل في الالوان، واروح واخد الكود ده كله كوبي واروح حاطه فين يا باشا؟ عندي في يعني الصفحه بتاعتي خلاص.
وطبعا بتعدل هنا على الانستجرام، وهنا كده الانستجرام دي بتعدلها وبتحط فيها ايه يا باشا؟ الاسم الخاص بيك انت اللي انت هتضيفه بعد كده في اضافه الايقونه نفسه. زي ما قلت لك الموضوع هيحتاج مننا شرح ان شاء الله، فده ممكن نبقى نعمل له حلقه ثانيه لو انتوا فعلا مهتمين بالموضوع ده. لو انت عايز بقى تهايد، يعني ايه تهايد يا ريان؟ تخفي الكريدت اللي موجوده في الفوتر. يعني ايه كريدت يا ريان؟ يعني الكلام اللي ظهر تحت ده. ازاي تخفيه؟ تخفيه بامر بسيط جدا جدا. تدور على الكود ده، خد الكود ده بس كده كوبي، تمام؟ كوبي اهو كنترول سي، واروح جاي هنا على الاكواد، اقفل الكلام ده خالص، دوس كده على حفظ، تمام؟ واجي على المظهر ودوس كده على السهم واختار تعديل اتش تي ام ال واعمل كنترول اف وبعد كده كنترول في، يعني ابحث على الكود نفسه، هلاقي الكود بالشكل ده، تمام؟ عشان اخفي بيقول لي هنا يا باشا اد ذا فولوينج سي اس اس above the code، يعني فوق الكود. فانا هاخد الكلام ده كده كوبي، تمام، واروح جاي فوق الكود هنا كده خلاص، واعمل اتنين انتر كده واحط الكود ده وادوس على سيف، وابدا اروح بقى اشوف ايه يا باشا، خلاص الكود بتاعي وهو بيتعمل له رن وبيتختفي معايا الكريدت اللي موجوده تحت. وده كده كان موضوع حلقه النهارده. طبعا في عندك فيديو هنا بيتكلم عن الموضوع ده، وفي القالب الثاني اللي هو نفس الاولاني بالظبط. انت بتعمل ايه يا باشا؟ خد الكود من هنا كده كوبي، تمام، وروح حطه عندك على بلوجر زي ما عملنا بالملي. خش عدل بقى يا باشا على ايه؟ على اللينكات بتاعتك. هتعدل ازاي؟ هتفهم ازاي؟ هتروح ازاي؟ هتيجي ازاي؟ هتلاقي كل الكلام ده موجود عندك في الدوكيومنتيشن، ادي باللغه الاندونيسيه. هدوس كده على الترجمه من فوق واختار انجلش، غير لي الموضوع للغه الانجليزيه، وتقريبا نفس التعديل اللي موجود في القالب الاول هتلاقيه موجود في القالب الثاني، ولكن يختلف هنا في الشكل مش اكتر، وكله شغال معاك بدون ادنى مشكله، وكل حاجه مشروحه معاك اهو زي ما انت شايف. تعدل عليها بقى، تعدل على الالوان، تضيف اكواد، تغير اكواد، كله متاح معاك بدون ادنى مشكله. وده كده كان موضوع حلقه النهارده. طب توصل ازاي للزباين؟ عايز اقول لك مفيش اكتر منهم. لو دخلت على الانستجرام وكتبت لينك تري، دخلت على تويتر وكتبت لينك تري وبحثت، هتلاقي في البيبل ناس كتيره جدا جدا حاطه خلاص لينك تري في الوصف بتاعها، حاطه لينك. اللينك تري موجود فين؟ في الوصف الخاص بيه الحسابات. توصل هنا ازاي؟ دوس كده على فولوينج وخش بقى شوف الناس اللي موجوده عامله فولو للموقع، لان اغلبهم شغالين بنظام اللينك تري. تكلمهم بقى وتعرض عليهم بطريقه ما خلاص انهم يعني يتعاملوا معاك ازاي. انت هتعمل لهم موقع خاص بيهم هم، موقع خاص بيهم هم بعيدا عن لينك تري، واقنعهم بقى بطريقتك. انا وريتك الفكره ووريتك الطريقه وورينا شرطك التقني. كان معكم محمد الريان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.